مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم. ضيفي هذا اليوم الدكتور إياد علاوي رئيس القائمة العراقية، أهلا وسهلا بك يا دكتور. هلا، أهلا بيك، يا هلا مرحبا. دكتور، بداية دعني أبدأ سؤالي بالاجتماع اللي كان قبل ما نزورك. كان عندك اجتماع مع رئيس البرلمان العراقي الأستاذ أسامة النجيفي، أريد أعرف شنو دار بهذا الاجتماع؟ والله عدة أمور، قسم منها ما يتعلق بمجلس النواب، وقسم منها ما يتعلق بالعراقية، القائمة العراقية. ما يتعلق بمجلس النواب الحقيقة يعني جرى حديث عن مسائل مهمة، منها ما يتعلق، تعرفين حضرتك، المجلس النيابي هو سلطة تشريعية وسلطة رقابية. نعم. فده يحكي لي عن كتاب واصل له من رئاسة الوزراء، يقول له أنتم ما مخولين بإصدار قوانين، وإنما القوانين مشاريعها تحول لكم من الحكومة وأنتم تدرسوها. يعني أريد أفهم دكتور أنه زيارة السيد أسامة النجيفي هذا اليوم لتحديد موقف من القائمة العراقية حول الكتاب اللي وصل من رئاسة الوزراء حول إلغاء عمليا الكتاب، هو إلغاء الجانب التشريعي لمجلس النواب، يعني والحق التشريعي لمجلس النواب. هذا مو صحيح يعني، هذا فهو يقول لي جاوبت يعني بقوة، قلت له احنا العراقية تشخيصنا واضح انه مجلس النواب هو سلطة تشريعية واعلى سلطة بالبلد وسلطة رقابية، فهذا اذا يحيد هذا الموضوع عن مهام مجلس النواب ما 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 يصبح مجلس نواب الحقيقة. كان هذا جزء من الحديث اللي صار. تحدثنا طبعا عن أزمة المصرف المركزي وإلى آخره، وتحدثنا بحيز بسيط عن العراقية ووضعها ومستقبلها وإلى آخره. دكتور إياد، القائمة العراقية من أكثر القوائم اللي تعرضت للانشقاقات، والمنشقين يقولون أن ذلك يعود إلى أن الدكتور إياد علاوي دائما يتفرد بالقرارات داخل القائمة العراقية وهم آخر من يعلم. والله ولا احنا ما عندنا قرارات حتى واحد ينفرد بها، يعني مو سلطة احنا تنفيذية، احنا قائمة عراقية وبالتالي نتخذ قرارات بالاجماع. بالعكس، انا اعتقد انا شخصيا يعني مثلا انا ضد الاشتراك بالحكومة، مو مع الاشتراك بالحكومة. رأي الأخوان بالعراقية لأن نشارك بالحكومة الحالية. كان رأي واضح عندنا في مسائل متعددة، هذا كله يناقش في قيادة القائمة العراقية. يعني مو صحيح الانشقاقات مو بهذا الحجم اللي ترى دا يذكر، وتعرفين حضرتك كل الكتل الآن معرضة للانشقاق، يعني مو بس احنا، لكن هذا اليوم نشاهد القائمة البيضاء والقائمة الحرة والقائمة هاي الآخرين، مو احنا اكو من العراقية. لا اي بس اكو ايضا على صعيد الكردي ايضا انشقاقات، اكو على صعيد التحالف الوطني، يعني اهم تيار من بالتحالف الوطني وتيار الاحرار الان بدا ياخذ منحى اخر، يضاف الى هذا الائتلاف الوطني العراقي بدا يعيد نفسه ويعيد تكوينه اللي هو جزء من التحالف الوطني، وطلعوا ناس من حتى من دولة القانون، طلعوا وتركوا دولة القانون. بالنسبة أن أكو توجه قاسي ضد العراقية. دكتور، أريد أعرف هل تعدد الرؤوس داخل القائمة العراقية سبب في قوة القائمة أم ضعفها وتشتتها، ومثل ما شاهد هذا اليوم عدد كبير من أعضاء القائمة العراقية خرجوا من القائمة؟ لا، هو يعني تعدد الرؤوس، هو أكو قيادة واحدة بالقائمة العراقية، وأكو رئيس للقائمة العراقية، وأكو قرارات تتخذ بالإجماع، منها القرارات المتعلقة بالاشتراك من عدم الاشتراك وإلى آخره. لكن هذا لا يعني أن القائمة العراقية أيضا لديها مشاكل، بس تصويرها بدرجة أنه انشقاقات وإلى آخره هذا شوية تصوير يعني أبعد من الحقيقة. يضاف إلى هذا أكو ملاحقة مهمة للقائمة العراقية، متابعة، اعتقالات، تهميش، تهديد، إقصاء، اجتثاث، أكو حتى في بعض المستويات إغراءات لترك القائمة العراقية، وأكو استهداف من قبل قوى مهمة ضد القوى إقليمية يعني ودولية مهمة ضد العراقية. فمتوقع أن نخسر نطي خسائر، يعني بعض الناس يتركون،
بعض الناس يغادرون المشروع الوطني إلى مشاريع أخرى، بس هذا ما يأثر على مسار القائمة بشكل نهائي ولا يأثر على موادها. لهذا أنا ما أشوف هذا في الموضوع الحقيقة ب يعني درجة من الجدية بهذا الشكل. بالرغم من هذا، بالتأكيد احنا المرحلة القادمة راح تشهد اصطفافات مهمة أخرى على صعيد القائمة العراقية، وهناك من سيغادر وسنطلب منهم مغادرة القائمة العراقية، وسنحاول أن تكون اصطفافات جديدة استعدادا لمرحلة الانتخابات القادمة سواء على صعيد المحافظات أو على صعيد المجلس النيابي. دكتور أياد، نسمع الكثير من الاتهامات اللي تقول إن علاقتك وطيدة مع السعودية وقطر، وهذه العلاقة تسعى إلى إسقاط حكومة المالكي أو تعطيل عملها. أريد أعرف شلون ترد على هذه الاتهامات. والله مو اتهامات، أولا أنا ما أعرف شنو علاقة السعودية وقطر بالإسقاط المالكي، وإذا كانت فكرة الإسقاط هي فكرة عسكرية فإحنا ضدها بالتأكيد، ولا عندنا الإمكانية إحنا نسقط المالكي أو غير المالكي باستعمال، هذا انتهى موضوع الانقلابات. أما إذا كان أنه أكو جهد لسحب الثقة من المالكي فهذا جهد عراقي بامتياز، اشترك بي بالإضافة إلي أني، اشترك بي الأخ مقتدى الصدر، اشترك بي الأخ مسعود البرزاني، اشترك بي حتى رئيس الجمهورية. يعني ما بدعم سعودي وقطري؟ أكيد طبعا مو بدعم سعودي وقطري. يعني الآن يعني احنا كل المجتمعين متهمين بأنهم سعودي قطري، يعني يشتغلون للسعودية والقطر، وأصبح اللي يشتغل لإيران هو وطني وشريف، واللي يشتغل السعودية والمصر وكذا، احنا ما نشتغل لحد. الاجتماع اللي حصل هو حصل ما له علاقة لا بالسعودية ولا بغير السعودية، لا بقطر ولا غير قطر، حقيقة اجتماع عراقي بامتياز لسحب الثقة عن المالكي، هذا هو اللي حصل يعني. وهذا الاجتماع أيضا وقف ضد إيران وغير إيران، وقف ضد هذا الاجتماع. أنتم قلتم في مناسبات عدة دكتور أن إيران لم تكن راضية على توليكم منصب رئيس الوزراء، هل ما زالت أو ما زلتم تعتقدون أنكم غير مقبولين من قبل الجانب الإيراني؟ لا ما مقبول لحد هذا اليوم؟ إيه. لماذا؟ والله ما أعرف، هذا سؤال يوجه لإيران. هو مقبول أيضا على أمريكا؟ أمريكا طبعا هو مقبول، أمريكا الآن مشت مع الخط الإيراني بشكل واضح، وتركيا وسوريا وقطر من كانوا على وئام مع إيران حاولوا أن يتكلمون مع إيران بشكل واضح، ورئيس روسيا الاتحادية كان حين ذاك رئيس وزراء روسيا الاتحادية بوتين أيضا حاول يضغط على إيران، بالإضافة إلى قادة آخرين منهم الرئيس الدوري لمجلس التعاون الخليجي اللي هو الشيخ صلاح الأحمد أمير الكويت. وأخير لقاء صار مع الرئيس بشار الأسد، طلب مني أن أزور دمشق، ورحت أنا ومجموعة من الأخوان العراقية، وسألني قال أنا مضطر أن أسألك عن أخير موقف لكم، لأن راح أروح لإيران لبحث القضية العراقية ومسألة من يكون رئيس وزراء. قلت له طبعا هذا الكلام بعد 7-8 أشهر بعد مضي الانتخابات، قلت له احنا الشيء النهائي حتى تتشكل حكومة لا يبقى العراق سائب أن يجي الأخ عادل عبد المهدي يصير رئيس وزراء من التحالف الوطني، ومقابل أن تكون هناك شراكة حقيقية كاملة بالقرار السياسي الاستراتيجي، هاي بحضور 17-18 واحد من جاء من العراقية، وأكو حوالي 10 من مسؤولين السوريين. قال إذا أصرت سوريا على إيران على المالكي، قلت له أنت رايح تسمع لهم لو رايح تحاورهم، احنا موقفنا الآن خليجي عادل بس مقابل شراكة وطنية. فراح الرجل إلى إيران واتصلوا بي، اتصل بي نائب رئيس الجمهورية السوري ورا يومين بعد ما رجعوا من إيران، قال إيران مصرة أن لا يكون لعادل عبد المهدي ولا أت رئيس وزراء. قلت له احنا خلاص احنا ما راح نوقف عقبة أمام الشعب العراقي،
الشعب العراقي بحاجة إلى حكومة، بس إحنا مصرين على مسألة الشراكة الوطنية. هذا كان موقف واضح أنه إيران لا ترغب في أن أكون أنا رئيس وزراء لأسباب ما أعرفها. أنا مو جزء من النظام والفكر السياسي الإيراني بالتأكيد. يعني هل تتوقع دكتور أنه تولي السيد أوباما رئاسة أمريكا لولاية ثانية، هو أيضا راح تكون حظوظك ضعيفة جدا بالانتخابات القادمة لدعم أمريكا لأياد علاوي؟ والله ما أعرف، أمريكا ما عاد عندها نفوذ مثل السابق بالعراق يعني، وما أعتقد عندهم سياسة واضحة فيما يجب أن يحصل بالعراق أو بالمنطقة يعني. ولهذا المنطقة الآن دخلت بمشاكل كبيرة وكثيرة، والدماء يعني أخذت تدفق بدول كثيرة بالمنطقة من دون حلول. وحتى المنطقة أقصد بها مو بس المنطقة العربية، من أفغانستان شرقا إلى المغرب غربا وإلى الصومال جنوبا. فما نعرف، وهل هي نتيجة الانتخابات هي تدخل دول مفروض تتدخل بالانتخابات سواء كانت أمريكا أو إيران أو السعودية؟ مو صحيح هذا الكلام، ما لازم أن يصير. لكن الواقع هو أنه إيران لها مشروع على ما يبدو، هذا المشروع يقول إحنا ما نقبل إياد علاوي بالرئاسة. قلت لهم طيب أكو 90 واحد بالعراق إذا إياد علاوي معقول بالرئاسة، 90 أي واحد منهم يعني ممكن أن يكون رئيس وزراء. فالمهم صار توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا أيضا من جانب آخر سكتت عن هذا الموضوع وكانت ملتهية بالخروج من العراق. الأكزيت بوليسي مالتها كان مركز على مسألة الخروج، وبالتالي أجوا يقولوا لي ليش ما أنت تكون رئيس جمهورية؟ وأنت قلت لهم يا بالقصة مو أنا رئيس جمهورية وفلان، القصة أنه إحنا لا نزال في فترة انتقالية. أما تحصل بشكل واضح شراكة وطنية بالعراق لتمرير هذه الفترة للوصول إلى الديمقراطية الكاملة، أو خلاص ننسى الديمقراطية ونشتغل كل ما يشتغل بكيفه. فمو صحيح أنه إحنا نجي نعالج مشكلة بمشكلة أخرى ونخلق مشكلة مع الأكراد وأدخل بمنافسة ويا الأخ فخامة الأخ جلال طلباني أو طلال، مو شغلتنا. كان هذا حديث مع بايدن وكان هذا بطلب من أوباما طبعا. دكتور، المعادلة الإقليمية والدولية تلعب دور كبير في رسم سياسات الشرق الأوسط والعراق جزء من هذه المنطقة، هل تقرؤون هذه المعادلة بشكل صحيح دكتور؟ نقرأها؟ نعم، يعني ما أعرف والله، بس نقرأها من خلال المعطيات اللي عندنا. المنطقة الآن مقدمة على متغيرات خطيرة وكبيرة ومتعبة، و نشوف حالة الغليان تسود المنطقة من أفغانستان إلى المغرب وإلى الصومال. ما حد يقدر يتكهن أين ستصل نتائج هذه الحالات اللي الموجودة، يعني منها القضية الفلسطينية، منها قضية سوريا، منها قضية الصومال، منها قضية القرن الأفريقي، منها قضية اليمن، منها قضية أخطر. الآن أصبح وجود رسمي للقاعدة في مناطق عديدة منها شمال أفريقيا، وفي لقاء مع الأخ كان رئيس وزراء لدولة مغربية الأخ بن عيسى يقول لي أنه هناك خطر كبير في القاعدة، بروز القاعدة الآن كقوة رئيسية في شمال أفريقيا. ومن المعروف أيضا في اليمن بدأت تبرز قوة القاعدة. فلهذا من نتائج ما يحصل المخيفة هو بروز التيارات المتطرفة على رأسها القاعدة وتنظيمات مشابهة. لهذا بالتأكيد هذا الوضع الإقليمي يأثر بالنتيجة على العراق وعلى غير العراق، ويأثر على أوروبا ويأثر على الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. أكثر من مرة تقولون أنكم ستتركون العمل السياسي دكتور بسبب عدم قناعتكم بأسلوب العمل داخل العراق، لكنكم إلى هذا اليوم مستمرين بالعمل السياسي، هل يصيبك اليأس دكتور من العمل السياسي أحيانا؟ لا والله، أنا ما تحدثت بهذه الطريقة، أنا تحدثت عن مسألة فشل العملية السياسية بالعراق وضرورة تعديل العملية السياسية، وتحدثت أيضا
بالإضافة إلى هذا أنه النخب السياسية فشلت في إدارة الوضع العراقي، وآن الأوان لاستبدال هذه النخب بنخب أخرى اللي تقدر كل النخب اللي اشتركت بالعمل السياسي بقيادة بالعراق. بس ما تحدثت عن ترك العمل السياسي، لأن غير المعقول أن يترك العمل السياسي في العراق، وخاصة احنا ساهمنا بالتصدي للنظام السابق، وساهمت مساهمة مباشرة بإرساء العملية الديمقراطية في العراق. أول واحد سوى انتخابات آني، أول واحد سلم السلطة سلميا آني، اللي حاولت أن نرجع الدولة ومؤسساتها، فشلون واحد يترك السياسة؟ أما العملية السياسية فهي خاطئة بامتياز، يعني خطأ كبير، وقامت على التهميش والإقصاء، وقامت على النفوذ الخارجي إلى حد كبير بما شرحت لحضرتك قبل شوية فيما يتعلق بإيران ومداخلاتها في الشأن العراقي. هذا لا يعني أنه نترك العمل السياسي، نحاول الإصلاح. لهذا من كان عندي الأخ رئيس مجلس النواب كنا نتحدث عن هذه المواضيع يعني بشكل واضح، وأنه من الضروري أن تتعدل العملية الديمقراطية، وأن يعود المجلس النيابي إلى ممارسة صلاحياته كمشرع. يعني أفهم من كلامك أنه أسامة النجيفي يشكو من ضغوطات خارجية؟ نعم. على مجلس النواب؟ نعم، وجدت رسالة من رئيس الوزراء يقول له أنتم شغلكم التشريع، رئيس مجلس الوزراء، هذا احنا نحول لكم القوانين. فهو رد رسالة يعني قوية راح يوزعها للنواب، لأن فعلا أي مجلس نيابي بالعالم هو شغل رقابة وتشريع، هذا هو. دكتور اياد، دائما تشكون من التهميش التهميش التهميش، عندكم 12 وزارة، عندكم نائب رئيس الوزراء، عندكم ايضا كان منصب نائب رئيس الجمهورية، وين التهميش اللي تشكو منه دكتور؟ هو مو تهميش، هو عدم احترام الشراكة الوطنية، وعدم احترام ما تم التوقيع عليه فيما يتعلق بالشراكة وآليات الشراكة الوطنية، وعدم احترام الفقرات التي جاء بها الدستور العراقي. كمثال، من نقول أنه يجب أن يكون هناك نظام داخلي لمجلس الوزراء، وهذا صار التأكيد عليه في مبادرة أربيل، هاي مادة دستورية الحقيقة موجودة بالدستور، إلى حد الآن ما يكون نظام داخلي لمجلس الوزراء. من اتفقنا على أن تكون هناك الوزارات الأمنية موزعة حسب الشراكة الوطنية، احنا إلى الآن ما كنا وزير دفاع ولا وزير يفترض احنا نعينه ولا وزير داخلية، وإلى حد الآن اكو تلكؤ. يضاف إلى هذا كل ما اجى بالدستور من التوازن السياسي إلى طرح الأسماء لمواقع مهمة في مجلس النواب، هذا كله ما تحقق ما صار. فأكو مشاركة، نعم اكو مشاركة، او كم وزير يشاركون من العراقية، معاش وزير، بس شراكة ماكو 12 وزير، لا اقل ما اقل، ماكو وزير دفاع، ماكو كذا والى اخره، بس شراكة بمعنى الشراكة الحقيقية ماكو كما تم الاتفاق عليه في اربيل، ما موجود. وعلما بانه وقعنا احنا مذكرة مشتركة انا والاخ رئيس مجلس الوزراء و الأخ مسعود البرزاني، هاي هم نفذت يعني كلها نفذت. دكتور اياد، اذا نتكلم عن اتفاقية اربيل، دائما نسمع اتفاقية اربيل اتفاقية اربيل، لكن المواطن العراقي البسيط ما يعرف شنو دار خلف الكواليس في اتفاقية اربيل. ما اكو كواليس، اكو شغلتين، يعني ما اكو خلف كواليس ولا اكو قضيتين صارت باربيل، واثنينها دستورية، واللي ما صار ما له علاقة بالدستور ما كان ضد الدستور. القضية الأولى هو الاتفاق على آليات الشراكة الوطنية، تحددت آليات الشراكة الوطنية ووقعنا عليها. والمسألة الثانية هي مسألة تنفيذ الفقرات الدستورية اللي مرتبطة بإصلاح العملية السياسية، هذا أيضا مسار. فما أكو كواليس وخلف الكواليس أبدا، ولا أكو شيء. لكن أنتم تقولون الدستور 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 والالتزام بالدستور، والطرف الثاني يقول الدستور الدستور والالتزام بالدستور، ولهذا طيب اليوم لا توجد قناعة بين الاثنين. من ينفذ الدستور؟ على تنفيذ يعني بنود الدستور في الاتفاقية. السؤال بسيط كل شيء، يعني الإجابة عنه اليوم احنا الدستور يقول يجب أن يكون هناك نظام داخلي لمجلس الوزراء، وين نظام داخلي لمجلس الوزراء؟ من يسويه؟ يعني يسويه بالشارع؟
ويسويه مجلس الوزراء نفسه ويعرضه على مجلس النواب لإقرار، ماكو من يقول الدستور يجب أن يكون هناك نوع من التوازن السياسي بالتعيينات، وين التعيينات؟ من يقول الدستور يجب أن يكون تعرض الأسماء لقادة الفرق، قادة الألوية، الوزراء، وكلاء الوزراء على مجلس النواب، ولا اسم إلى حد الآن عرض على مجلس النواب أبدا، ولهذا تشوفين كلهم وكالة وكالة وكالة. أي فهاي كلها المسائل ينفذها الرئيس التنفيذي اللي هو رئيس مجلس الوزراء، لا نعرض اسم على مجلس النواب، هاي التعيينات ما تعرض اسم على مجلس النواب، لا نعرض مبدأ التوازن على مجلس النواب ولا نفذ، لا صار نظام داخلي مجلس الوزراء. الأخطر من هذا كله ملف حقوق الإنسان بالعراق اللي نص عليه الدستور، الحقوق الأساسية للمواطن العراقي وحقوق الإنسان في العراق، هذا كله مخترق بالاعتقالات والإيذاء والتعذيب والتهميش وإلى آخره لكثير من المواطنين العراقيين بتهم مختلفة، هذا كله خروقات. هذا منه مسؤول عنه؟ مو أنا قاعد برا ولا النائب الفلاني اللي قاعد عضو مجلس النواب، هاي مسؤولة عنه الحكومة وإدارة الحكومة، إدارة الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء والوزراء. لهذا من نقول إنه ماكو أكو مشاركة، بس ماكو شراكة، هذا ما نقصده، يعني فعلا ماكو شراكة، لأن يعني القرار اليوم السياسي، لكن الحكومة أخذي تريد أخذي دكتور تحاسب أي مجرم ارتكب جريمة أو إرهابي تصرحوا كقائمة عراقية حقوق الإنسان، حقوق الإنسان اتركي حقوق الإنسان، خلي تولي حقوق الإنسان، خلينا نفرض ما لها داعي حقوق الإنسان. اليوم اجت الحكومة قررت ان ترفع البطاقة التموينية، مو هيك شيء؟ نعم. زين، هذا موضوع اساسي بالمجتمع العراقي، ناس الفقر قتلهم، رفع البطاقة، الغاء البطاقة التموينية يجب ان يقترن بقرار سياسي من الاطراف السياسية، هذا ما صار. رفعت الغية البطاقة التموينية وراء 3-4 أيام من صارت هوسة، قالوا ترجع نص فلوس ونص، يعني حكي مو بفوضى، يعني مو مرتب، مو مال دولة، مو دولة، اتفاقية الأمنية، أحد قعد حكي كيف ينظم الموضوع العسكري بالعراق وكيف يسلح الجيش العراقي وشن هي فلسفة بناء الجيش العراقي، يسوون اتفاقية ويا في طريقها إلى أن تتكون مع روسيا الاتحادية، وورا 20 يوم تلغى الاتفاقية، شلون يصير؟ يعني هذا كله كلام غير واضح، هذا لا يدل على وجود شراكة حقيقية بين الأطراف السياسية في العراق. دكتور خلي أخذ هذا الفاصل ونكمل حديثنا، مشاهدينا فاصل ونعود إليكم.